السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. جايب لكم كالعادة، انا بحب جدا الموبايلات الفئة الاقتصادية، معانا موبايل جديد هنا من ريلمي واللي هو السي 65. سي 65 هو موبايل الفئة الاقتصادية، ممكن نعتبره فئة متوسطة، بس هو في اوائل الفئة المتوسطة وفي اواخر الفئة الاقتصادية. طيب الموبايل مبدئيا جاي بشاشة بحجم 6.7 بوصة بدقة اتش دي بلس، مش فول اتش دي، كنت اتمنى ان هي فول اتش دي، ولكن الشاشة هنا اتش دي بلس تردد 90 هرتز، شاشه من نوع اي بي اس، الحواف بتاعتها مش صغيره ومش كبيره، حجمها متوسط، في اصغر من كده وفي اكبر من كده في الفئه السعريه دي. فالشاشه بشكل عام كويسه، انا كنت اتمنى صراحه ان هي تبقى فول اتش دي او اتش دي 120 هرتز، هنا جايه ب اتش دي 90 هرتز. ولكن البانل نفسها كويسه، توليد الالوان بتاعها كويس، والسطوع بتاعها تحت اشعه الشمس كويس جدا، بيوصل هنا تقريبا لغايه 700 نت. لما نيجي نبص على الديزاين الموبايل هنلاقيه جاي شيك جدا، هو شبه شويه السامسونج الاس 23 بلس، يعني بصوا حته الكاميرات والموبايل فلات والظهر الفلات والفريم الفلات، شبه جدا الاس 23 والاس 24 بلس. هنلاقي الموبايل هنا رفيع جدا، السمك بتاعه بيوصل هنا 7.5 مللي، فالموبايل هنا رفيع وانيق جدا. اللون اللي معاه هنا هو لون شامبين ذهبي كده، لما توجهه النور بيعمل انعكاسات سي دي كده حلو قوي، والظهر نفسه فيه انعكاسات زي جليتر كده حلو جدا زي ما انتم شايفين، يا رب بس تبان على الكاميرا. الديزاين الصراحه او التصميم بتاع الجهاز كعاده ريلمي مميزين جدا جدا في موضوع التصميم، حتى لو كان موبايل فئه اقتصاديه او فئه متوسطه زي ده. السي 65 بيجي بالمعالج اللي هو الهيليو جي 85 من ميديا تك، المعالج ده كويس، بس انا كنت الصراحه اتمنى ان الموبايل زي ده يجي بالمعالج الجي 99. طبعا لو كان جه بالجي 99 كان هيبقى اغلى من سعر الموبايل ده، ولكن انا كنت طمع شويه ان هو يجي بالجي 99. عموما الجي 85 معالج كويس، تقدر ان انت تشتغل عليه سوشيال ميديا، تفتح السوشيال ميديا الفيسبوك والواتساب الكلام ده كله بدون اي مشاكل. زياده ليه 90 هرتز بتوع الشاشه هيحسسك ان الموبايل سريع، فاداء الموبايل ده كويس، اداؤه في الالعاب متوسط، مش هقدر اقول ان هو اقوى حاجه في الالعاب، بس هي متوسط، تقدر تلعب كل الالعاب على الاعدادات المتوسطه للجرافيكس، مش العاليه ولا القليله، هو اداء متوسط في الالعاب ولكنه اداء كويس جدا جدا في السوشيال ميديا وفي المهام العاديه اللي انت بتعملها كل يوم. الموبايل ده جاي بشهاده اي بي 54 ضد رذاذ الميه والغبار، يعني لو انت وقعت على الموبايل ده ميه، او لو حتى الموبايل اتزحلق ووقع في الميه والكلام ده كله مش هيحصل له حاجه، نفس الكلام بالنسبه للتراب مش هيحصل له حاجه ان شاء الله. فدي حاجه مميزه جدا جدا في الفئه السعريه دي، احنا نلاقي حاجه مضاده للميه الغبار اصلا في الفئه السعريه دي كويس قوي. كنا شفنا النوت 50، كنت عملت له شورت على اليوتيوب هنا وريل على الانستجرام، والموبايل ده كان ب 5000 جنيه تقريبا او ب 5500 جنيه، وبرده كان ضد الميه والغبار بنفس الشهاده اللي هي الاي في 54. دي حاجه كويسه قوي ودي خطوه كويسه قوي واخدها ريدمي الصراحه في الموبايلات الاقتصاديه بتاعتها. عندك يا باشا الكاميرا، كاميرا 50 ميجا بكسل هنا الرئيسيه، وعندنا 2 ميجا بكسل للعزل، ما عندناش هنا الترا وايد وده المعتاد للاسف في الفئه السعريه دي. ال 50 ميجا بكسل هي بتطلع صور معقوله، بتطلع صور نفس سنسور ال 50 ميجا بكسل اللي احنا بنلاقيه من ريلمي من سنه ونص او سنتين تقريبا، فهتطلع صور معقوله، الدايناميك رينج معقول، الالوان معقوله. طبعا مش هقول لك ان هي افضل كاميرا في العالم، بس كاميرا هيعتمد عليها بالليل والصبح عادي، كاميرا طبيعيه هتقدر تصور بيها صور طبيعيه مش لوح يعني. الكاميرا الاماميه 8 ميجا بكسل، وللصراحه ادائها ما عجبنيش قوي زي الكاميرا الخلفيه، ادائها متوسط، تقدر ان انت تصور بيها سيلفي الصبح بس، بالليل مش هتديك افضل اداء، او في الاضاءه المنخفضه بشكل عام مش هتديك افضل اداء للسيلفي، ولكن الصبح هتديك صور كويسه زي اللي انت شايفينها دي. السي 65 بقى جاي بمستين الصراحه كويسين قوي، هي البطاريه 5000 ملي امبير، قعدت معايا هنا 10 ساعات من سكرين اون تايم او وقت استخدام الشاشه، والحلو جدا جدا لاول مره بشوف في الفئه السعريه دي شحن بقدره 45 واط، والشاحن ده جاي معاه في العلبه، شاحن 45 واط بيشحن البطاريه هنا من 0 ل 100 في 50 دقيقه بالظبط، ودي حاجه ما بتحصلش عاده في الموبايلات اللي في الفئه السعريه دي، ما بتحصلش، اخرنا بنشوف 33 واط، ان ما كانش بقى 25 و20 و18، وساعات شركات كده ايه تحط لك 10 واط اصلا ما بيدعمش الشحن السريع، فاهم؟ فكون ان احنا نلاقي الفئه السعريه دي 45 واط دي حاجه كويسه قوي، واول مره الصراحه بشوفها في السي 65. الموبايل هنا للاسف بيجي بسماعه وحيده سفليه، السماعه هنا مش ستيريو، سماعه مونو، ولكن صوتها كويس وصوتها عالي، بس انا برضو كنت اتمنى ان هي تبقى ستيريو، والموبايل برضو بيدعم شريحتين وميموري كارد في نفس الوقت، عشان ده بيهم ناس كتير جدا. عندنا البصمه الجانبيه اللي في زرار باور، انا بحب المكان ده جدا، والبصمه هنا شغاله بشكل سريع جدا وما غلطتش معايا ولا مره. دي بمنتهى البساطه باختصار مميزات وعيوب السي 65. يبقى زي ما قلنا ان الشاشه اتش دي بلس مش فول اتش دي، و90 هرتز مش 120 هرتز، ولكن في الفئه السعريه دي اغلب الموبايلات بتلاقيها كده. عندنا المعالج الجي 85 معالج متوسط، معالج كويس هيديك اداء كويس في السوشيال ميديا، في برامج السوشيال ميديا، ولكن هيديك اداء متوسط في الالعاب. عندنا الحاجه
حاجه كويسه قوي الاي بي 54 اللي في الموبايل ده مضاد للميه الغبار، وعندنا البطاريه ال 5000 ملي امبير، واحلى حاجه في الجهاز ده وهو الشاحن ال 45 واط اللي جاي مع الجهاز ده، وميزه الشحن السريع في الجهاز ده حلوه جدا جدا. للي ما جربوش قبل كده ميزه الشحن السريع في موبايلاتهم دي اهم ميزه هتشوفها في حياتك، لان مش كل الناس بتشحن موبايلات وهي نايمه وتصحى تلاقي الموبايل 100% يا باشا وتاخده وتنزل وتتوكل على الله. لا، في ناس مثلا ما بتلحقش تشحن موبايلها، في ناس عايز تشحن الموبايل 10 دقايق تلت ساعه بالكتير جدا تيجي تلاقي فيه بطاريه. فميزه الشحن السريع هي من اهم المميزات الصراحه اللي هي هتبقى في الموبايلات بشكل عام. بس كده، ده كان رايي في الريلمي سي 65. قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، وهل تشتري السي 65 ولا في موبايلات احسن منه؟ قولها لي تحت في الكومنتات. وما تنساش لو عجبك الفيديو ده تدوس لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد انا بقدمه. كان معاكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.